مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم مجددا في هذا المباشر من طنجة، ومعنا حالة إنسانية لأب لطفلة جرى عليه مرقاوة بعد ما كان خدام عنده برمان ومع جائحة كورونا ما عقلش عليه وجرى عليه وما تأسفش الوضعية الاجتماعية ديالو. نفس الشيء كذلك مول الدار كذلك كيسالو 3 شهور ديال الكرا ما عقلش عليه وكيقولو خصك تخوي لي داري في أقرب وقت وعطاه المهلة ديال 3 أيام. إذا معاناة وصدمة هذا الأب غادي نتعرفوا عليها. تفضل احكي لنا كيفاش وقع لك مع موقع. السلام عليكم، سميتي نبيل، سن 30 سنة، متزوج وأب لطفلة. قبل هاد الجائحة كورونا كنت خدام مزيان مع واحد السيدة، يعني خدمت معاها شي سنة ونص عام ونص. من بعد ملي جات كورونا اضطر باش يجري عليا، لقيت راسي في أمر الواقع، يعني ما خدمت ما والو، ما لقيتش الخدمة. عندي بنية عندها 8 شهور كتحتاج مصاري، ما كنلقى حتى باش نوكلها، والله العلي العظيم ما كنلقى ما نوكلها. يعني كنمشي كنسعايا صافي، بقات غير السعايا صافي، يعني كنمشي كنبيع من حوايجي ومن حوايج المرا باش نبيعها باش نشري البنية هذي. بعض المرات حنا كنبقاو بلا ماكلة باش نوكلو البنية، لحقاش بنية عندها 8 شهور ما خصهاش، يعني هي كلشي. مول الكرا ما عقلش علينا، مول الكرا صافي الشهر الاول الشهر الثاني الشهر الثالث صافي قال لك اخويا صافي خويا دابا يوميا، يعني كيجي كيهوض لي الشوها في الدار وكيبقى كيحشمني بشي كلام اللي ما مزيانش، كيبقى يحشمني وكيبقى يقول لي في المعاني انا ما كنرضاش، وعندي البنيه صغيره وعندي المراه شي شويه فين تعقدت. ما نكذبش عليكم والله العلي العظيم ما تأزمت، مشيت قلبت على الخدمه ما لقيتش. خلي مرتك فهاد الساعه دابا نعيطو لك، هادشي اللي غيخسروا عليك، خلي مرتك فهاد الساعه دابا نعيطو. مشيت لبني باش بغيت نبيع ونشري، ما عنديش راس المال، ما لقيت ما ندير. والله العيد الكبير جاي، مصاري الحاله المدنيه هي التاليه مازال ما صوبتهاش، البنيه عندي 8 شهور مازال ما صوبتهاش حاله مدنيه. اقسم بالله العلي العظيم لا كارت ناسيونال ديالي انا طاحت ما لقيتش باش نصوبو، كنتصرفو حنا غير بلا كارت ديال المال صافي، ما لقيت ما ندير. والله واحد السيد دابا تلاقاني مسكين مع التجار يوميا كيشوف هكاك، والله العلي العظيم مسكين هو باش شرا لي هادو اليوم مشى شراهم تبع الكاسكيطات 22 درهم، قال لي هاك سير بيعو وجيب لي غير راس المال ديالك، قال لي هذا جعلان. ومع العلم ديك السيد مسكين حتى هو ما بحالوش ما عندوش، حيدا من المصروف ديالو وعطاه هذا غير باش يتعاون معايا. ما كنتمنى من الله ومنكم انتم باش تساعدوني، الله يرحم بها الوالدين، الله يجازيكم. حتى الزوجه ديالك قلتي عانات معاك وما بغات تصبر معاك. حتى الزوجه ديالي صافي ما عانات معايا الشهر الاول صبرت معايا، ولكن دابا انا وياها في المشاكل، كتقول لي الطلاق، كتقول لي صافي غندي بنتي ما غاتعاودش تشوفها، ما غنمشيش عند والديها، غنمشي لشي خيريه، انا تحتاج في امر الواقع. والله العلي العظيم النعاس ما كيجيوش، الماكله ما كناكلهاش، يوميا في المشاكل انا والمراه والبنيه ومور الدار والعيد الكبير، تعرموا عليا كل شيء. العائله اللي كنتصل بها كيقول لك اودي انا بحالك، كل شيء ما كاينش شي واحد اللي غيعقل عليك في هذا الوقت. مع جات ازمه كورونا، صافي ما كل شيء مزير، كل شيء مزير في هذا الوقت صافي، ما كاينش اللي غيعطيك صافي. استبدنا بديك هذيك ديال التضامن الشهر الاول الشهر الثاني، يعني مع البنيه مع الحليب مع جات مع رمضان صافي مشات. مول الكرام ما كيعقلش عليك، انا دابا كنطلب الله منكم غير شي مساعده شي خديمه، وبغيت غير هذا الكرا هذا صافي، هذا الكرا يتخلص ليا وانا بخير، ما طالبش شي حاجه بزاف. شحال الرقم ديالك ديال الهاتف؟ 06 21 48 89 19. عاودوا 06 21 48 89 19. الله يجازيكم بخير، وكنشكركم وكنشكر قناه شوف تي في على الرحم ديال الوالدين. دابا انت خصك تخلص المصاريف ديال الماء والضو والكرا باش تقدر صافي، وشي خدمه يا قهوه يا بيع او شريا اللي بغا يتعامل معايا يعني باي حاجه. الله يجازيكم بخير، وباش نصوب البنيه الحاله المدنيه راني مازال ما صوبتهاش حاله المدنيه، باقي ما سجلتيها في الحاله المدنيه، مازال اللي هي اهم حاجه. والله ما عندي حتى شفتي لا تحديد. حتى الزوجه كتهدك بالطلاق؟ هو الزوجه ديالي كتهدني بالطلاق، ما صبرتش معاك. الجيران هما اللي كينساونا، ما كنلقى ما ندير معاه، كنضطر باش نخرج نشوف شنو نجيب، واخا نجيب غير 5 دراهم غير باش نعطيها غير البنيه ولا الله يرحم ديال الوالدين. الاصل ديالك ما قلت؟ اصلي سوسي،
اكادير ولا مسافره؟ لا اصلي سلسل اي تملون. اي تملون. جيت لطنجة على اساس باش نخدم، قلت خدام مزيان مع هاد الجائحه هادي اللي ازمت. شحال خدمتي مع هاد السيد بارمان في القهوه؟ عام ونص. ملي جات كورونا ما عقلش عليا، ما خدام معاه بلا اوراق بلا والو، قال لي سمح لي، مع حتى هو كان باغي يلقى غير السد، ومع ما عمره ما لقى مني شي مشكل ولا شي حاجه. كنجي في الوقت اللي خدام عادي مزيان بارمان صافي، كتأدي العمل ديالك وصافي خدام معاه. جات الكورونا صافي، ملي مشيت عنده دابا ملي كنلقو القهوي قال لي سمح لي ما نخدمكش، خدم شي واحد من العائله ديالي. عام ونص صافي مشات هكا. ما عامل لك لا سينيسيس لا والو، ما نديك لا ريفيك، ما عامل لي لا سيساوي لا تغطية صحية. بقى خدام معاه صافي، جات هاد الكورونا صافي بقى سبا صافي الدنيا. ما عقلش عليك؟ ما عقلش عليا حتى بدرهم. ودابا كنتمنى منكم الله يجازيكم بخير، تعاونوا معايا الله يرحمكم بها الوالدين، ولو بيعة وشرية غير تخلص لي الكرا، ونبيع ونشري على راسي وانا مزيان، ونصوب البلدية الحالة مدنية. انا ما كنحلمش بشي حاجة كبيرة، كنحلم انا غير بهادشي. الله يخليكم الصحة، ونتمنى من الله ومنكم انتم الجميع السعادة، والله يسهل عليكم. عاود الرقم آخر مرة. 06 21 48 89 19. إذا مشاهدينا الكرام، هذا نداء موجه إلى أصحاب القلوب الرحيمة، وكذلك موجه إلى المحسنين باش يعاونوا هذا السيد هذا لأبليتيف. لكن خدام بارمان في مقهى، وفي عز جائحة كورونا طردوا صاحب المقهى، ودابا مهدد بالضياع والتشرد، كذلك بعدما كيهددوا صاحب المنزل بالإفراغ وعطاه مهلة ديال 3 أيام قبل ما يجري عليه الزنقة. إذا مشاهدينا الكرام، شكرا على تتبعكم هذا المباشر، نلتقي في مباشر آخر، إلى اللقاء.